السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنبدأ المحاضرة الآن إن شاء الله. الجميع يكتب اسمه باللغة العربية. الجميع يكتب اسمه باللغة العربية. نكمل المحاضرة. جميع الصوت واضح؟ أعطيني تعليق على الشات ويندو. واضح. الباقي تعليقات الباقي وين؟ طيب، الشاشة ظاهرة عندكم؟ الشاشة ظاهرة عندكم؟ الجميع يكتب اسمه باللغة العربية، اللي يعمل ساين ان يعمل باللغة العربية، اللي فات باللغة الإنجليزية يغيره مرة ثانية ويفوت باللغة العربية عشان آخذ حضور غياب. اللي عنده مشكلة في الصوت يعمل ساين اوت وساين ان مرة ثانية. الصوت واضح عند أغلب الزملاء. هنبدأ الآن خلال دقيقة واحدة إن شاء الله. لما كتب الاسم باللغة العربية يعمل ساين اوت يفصل ويفوت مرة ثانية ويكتب اسمه باللغة العربية؟ طيب، نتأكد أن المايك ميوت عند الجميع. ميوت أول. تمام، صوت واضح. نبدأ محاضرة.
طيب نبدأ المحاضرة، إحنا ما زلنا في الشابتر 8 Creating a Store. اللي ما حضر معانا المحاضرة الماضية، المحاضرة رفعتها على اليوتيوب، ممكن نشوفها عشان نكمل مع بعض. طيب إحنا أخذنا نعمل Creating a Store. Store اللي هو كان عبارة عن الواجهة اللي بيشوفها الإند يوزر، وهي أهم الشاشات اللي لازم نهتم فيها بشكل جيد. بداية عشان أجهز المادة الخاصة بالشابتر اللي بين إيدينا، إحنا بننزل التطبيق المناسب من خلال الموقع الخاص بالكتاب اللي هي موجود على الشاشة، جيت هاب هاي اسم الكتاب. لو ضغطنا على اللينك اللي بين إيدينا بيدخلني مباشرة على الموقع الخاص بالكتاب، ونعمل داونلود الشابتر 8، وبعدين بنفذ الكوماند npm install في الكلاينت ابلكيشن. وبعد هيك بدي اكمل التالي. نتذكر مع بعض انه الكونكشن سترينج احنا غيرناه الى التالي، كل طالب بيكتب اسم جهازه في المنطقه هذه، وبعدين بضيف كلمه trusted connection، وبعدين بكتب اسم الداتابيز الخاص به. الشكل النهائي زي ما احنا شايفينه على الشاشة، بس في مجموعة أشياء أنا حابب أنبه إلها. التالي بدنا أول شيء نعمل الكوماند لاين الأول دوت نت اد باكج اللي هو كاش اس كيو ال للمرة هذه، للمرة الأولى حنستخدمها. اللي بين ايدينا كوماند لاين دوت نت اد باكج مايكروسوفت اكستنشن كاش كاشينج دوت اس كيو ال، وبعدين بدي اكتب التالي دوت نت تول ان انستول جلوبال دوت نت اس كيو ال كاش، وبعد هيك اكتب دوت نت تولز انستول جلوبال دوت نت اس كيو ال كاش فيرجن 3. هذه عشان هذه ريكويرمنت للشابتر اللي بين ايدينا في الكوماند لاين الاضافيه اللي احنا شايفينها على الشاشه. وبعدين بنفذ الكوماند لاين الاخير اللي هو دوت نت اس كيو ال كاش كرييت، وبكتب الكونكشن سترينج، وبكتب اللي بين ايدينا هذا وظيفته يعمل لي سيشن داتابيز تيبلز، بحيث انه التيبلز بيحجز لها سيشن خاصه بحيث نتعامل مع الداتابيز من خلال السيشن فاريبلز. طيب هذا عبارة عن requirement للشابتر الحالية اللي بين ايدينا، طبعا الباقي زي ما هو. الكلام هذا تحدثنا عنه سابقا في المحاضرة الماضية، اللي ما حضر التسجيل يشوف التسجيل السابق للمحاضرة. احنا توقفنا عند المنطقة هذه creating and registration the store feature model. هنشوف مع بعض التالي. أول شيء نعمل موديل باسم store.model.ts. مرة ثانية نعمل موديل جديد اسمه store.model.ts، وعمل الملاحظات اللي بين إيدينا. نطلع مع بعض، في عندي import البراوزر موديل من انجولار سلاش بلاتفورم، بعدين اعمل امبورت كارد سمري كومبوننت من الفايل اللي بين ايدينا، امبورت كاتيجوري فلتر كومبوننت، امبورت بيجينيشن كومبوننت، امبورت برودكت ليست كومبوننت، امبورت ريتنجز كومبوننت، امبورت product selection product component. وبعدين في عندي في ال NG models بدي أعرفهم بشكل كامل: card summary, category filter, generation component, page list component, rating component, product selection component. إذا الملف اللي بين إيدينا تعريفات إضافية زي ما احنا شايفين على الشاشة. هي input الأولى، 2، 3، 4، 5،
ستة سبعة، بالإضافة إلى الديكليريشنز الخاصة بهم، كارد سمري هاي مقابلها كارد سمري كومبوننت، كارد فلتر مقابلها كاتيجوري فلتر، بيجينيشن مقابل بيجينيشن، برودكت ليست مقابل برودكت ليست، ريتنج مقابل ريتنج، برودكت سيلكشن مقابل برودكت سيلكشن. الشاشة هذا اللي بين ايدينا واضحة. طبعا بالإضافة لجملة الإمبورت الخاصة بالموديل براوزر والجملة الخاصة بالإكسبورت برودكت سيلكشن. الشاشة الحالية واضحة. أخذ تعليقاتكم على الشات ويندو. الله أكبر الله أكبر. إذا نكمل الآن. إذا عملنا مجموعة import statement التالية، جملة import الأولى زي ما شفنا على الشاشة، وعملنا import الجملة اللي بعدها، خلينا كافي عندنا هنا فقط. احنا عملنا مجموعة الامبورت ستيتمنت الخاصة بالستور موديلز. طيب الآن ننتقل إلى app model.ts
عملنا الباك سلاش للجملة الأولى، باك سلاش للجملة الثانية، باك سلاش لجملة import يبقى product table component، product filter component، product detail component. عملنا قبلهم باك سلاش باك سلاش باك سلاش. شو وظيفة باك سلاش اللي بين إيدينا؟ نجاوب على الشات ويندو. باك سلاش شو وظيفتها اللي احنا شايفينها على الشاشة؟ باك سلاش اللي على الشاشة شو وظيفتها كانت؟ سؤال للجميع، باك سلاش شو وظيفتها؟ باك سلاش شو وظيفتها؟ وانتظر اجاباتكم على الشات ويندو. طيب الباك سلاش باك سلاش شو وظيفتها؟ تعمل كومنت للملاحظات، تعمل كومنت للجمل التنفيذية. يبقى لما بعمل باك سلاش للجملة الأولى هذه إذا أصبحت الجملة اللي بين إيدينا غير تنفيذية، بمعنى بشيلها من التنفيذ، تصير عندي هذه عبارة عن ملاحظات، أنا بوقفها لسبب أو لآخر، ممكن بعد هيك أعود أفعلها مرة ثانية، إذا باك سلاش بعمل كومنت للجمل اللي بين إيدينا، بعد هيك بنتقل على الكونفجريشن راوتر، نفس الشيء في بعض الراوتس إذا أروح أوقفها وبعد الراوتس أفعلها من جديد، بعمل كومنت للإمبورت ستيتمنت الخاصة ببرودكت تيبل، برودكت برودكت ديتيل كومبوننت كذلك بدي اعملها كومنت بوقفها كذلك بدي اعمل كومنت لمجموعه الكونستنتس راوتينج اللي بين ايدينا تيبل وديتيل وديتيل اي دي كلها وقفتها وكومبوننت باث كلها وقفتها واضفنا شيء جديد يسمى الستور اللي هي وظيفته يعمل اللي هي متطلبات الوحده الحالية المحاضرة اللي بين إيدينا. أتوقع إن الزوم توقف، نشغله مرة ثانية. إذا انتقلنا إلى الراوتينج كذلك عملنا نفس الشيء عملنا كومنت للراوت اللي تعرفنا عليه في المحاضرات السابقة وقفنا import statement خاصة في product table product detail وعملنا توقيف لل routing path الخاص بال table وال detail وال detail id وال component بعدين انتقلنا إلى التالي نتعرف على مجموعة من ال directive الخاصة بعرض المنتجات على الشاشة نبدأ بالتالي Directive
دايركتيف. الدايركتيف اللي بين ايدينا يسمى الان جي دايركتيف. ان جي دايركتيف عباره عن جمله كونديشن اف ستيتمنت زي ما تعرفنا عليها في لغات البرمجه العاديه. وظيفتها التالي هنشوفها مع بعض: ان جي اف برودكت لينث اكبر من زيرو else no data. اذا حينفذ التالي اللي بين ايدينا. اذا عباره عن طريقه عمل جمله اف ستيتمنت في داخل ال HTML code، مكتوب NGF وهي الشرط اللي بين ايدينا، product length اكبر من صفر else no data، وبعدين بنفذ. نتعرف عليها بشكل تفصيلي. ال NG directive، ال NG directive زي ما احنا شايفين على الشاشة كتبنا NGF والcondition اللي بين ايدينا هذا هو length اكبر من zero else no data. في النو داتا هنظهر التالي، هنظهر التالي no data اديني content to be displayed if expression evaluation is false. بمعنى حظهر المنطقة هذه في حالة انه كان condition true، حظهر المنطقة هذه اذا كان condition false. طيب الآن الصوت واضح. الآن الصوت واضح. الجميع الصوت واضح. طيب تمام ممتاز. كمل المحاضرة. طيب الآن المطلوب أن تعرفنا على الـ NG Directive. الـ NG Directive عبارة عن if statement حينفذ لي عرض مجموعة HTML في حال تحقق الشرط ومجموعة HTML في حال عدم تحقق الشرط مع بعض. إذا بعد الـ NG Directive مباشرة content to be displayed if expression evaluation as true، في حالة تحقق الشرط حنظهر مجموعة الـ HTML اللي بين ايدينا، في حالة عدم تحقق الشرط حنظهر الـ HTML التالي اللي بين ايدينا. اذا هي المنطقة هذه بتظهر في حالة تحقق الشرط وهذه في حالة عدم تحقق الشرط. بهذه لما تكون عندي قيمة true وهذه لما تكون عندي قيمة false. في حالة عندي product length اكبر من الزيرو حينفذ مجموع الجمل في المنطقة اللي بين ايدينا. إذا كان ما في شرط غير صحيح حيروح ينفذ لي اللي هي no data ونظهر الـ HTML الخاص في المنطقة اللي بين ايدينا. فيما بعد الـ NG directive شو وظيفتها؟ Expression evaluate to true, then the element it has been applied and its content are inserted in HTML. إذا كان غير هيك حيتم تجاهل الكونتنت الحالي وحنظهر كونتنت ثاني. بمعنى حنظهر HTML كونتنت في حال تحقق الشرط وحنظهر HTML كونتنت ثاني في حال عدم تحقق الشرط. ننتقل الآن إلى الـ NG4 Directive. لا
الانترنت. الإنترنت غير مستقرة، بس إحنا على كل الأحوال في عنا تسجيل كامل للمحاضرة، نقدر نشوفه على اليوتيوب بعد الانتهاء من المحاضرة. بحكي إنه الإنترنت غير مستقرة، لذلك حنشوف المحاضرة كاملة على اليوتيوب بعد الانتهاء. الجميع المحاضرة من البداية للنهاية مسجلة بالصوت والصورة على عندي على الجهاز، حرفع التسجيل مباشرة على اليوتيوب. نكمل على الان جي 4. الان جي 4 والان جي اف عبارة عن دايركتيف شهيرين جدا في الانجولار. الان جي اف عبارة عن دايركتيف خاص بالكونديشن، بحيث بيعرض مجموعة اتش تي ام ال في حال تحقق الشرط، وفي حال عدم تحقق الشرط بيعرض لي اتش تي ام ال اخر. الان جي 4 دايركتيف وظيفته يعمل جنريت سيم كونتنت فور ايتش اوبجكت، يعمل لي جنريت، يعمل لي جنريت ل sequence of object. بمعنى لو كان في عندي list of product، أنا بستخدم الآن جي 4 بحيث لكل product يظهر لي HTML element بشكل محدد. إذا الآن جي 4 بيفيدني عشان نعمل generate ل content ل sequence of objects أو array of objects، واللي بدوره بيتم بيعمل assignment ل template محددة بناء على اللوب او بناء على عدد الكونتنت الموجود فيها. لو كان في عندي 5 برودكت، وكاني بعمل جنريت لخمسه كونتنت الخاصه بيهم. المثال اللي بين ايدينا نطلع مع بعض. ان جي 4 بقول let product of products، عملت variable سميته product من نوع array of products اللي هي عبارة عن output من ال products table. هذه عبارة عن array، هذه عبارة عن instance of array، زي ما بكتب for each في لغات البرمجة العادية. أنا بقول let product اللي هي instance of products، وبعدين بنفذ إلها اللي بين إيدينا. بدي أديلها class card ام واحد بي واحد بي جي لايت باك جراوند لايت. هنلاحظ الدايركتيف نبداها بالنجمة، نرجع لسابق قبل شوية. الان جي كذلك، اف كذلك، بنبدا نجمة او ستار. ان جي اف نفس الشيء، ان جي فور بكتب السنتكس الخاص فيها let product of products بطريقة سهلة بطريقة بسيطة. بعمل instance من array، يبقى في داخل عندي الكود الخاص بالانجلر في عندي انا array من نوع products، انا اخذت منها instance وبعدين بنفذ HTML كود الخاص بيها. طيب نتعرف على شيء يسمى الكاستنج او يسمى البايب. البايب عبارة عن التالي، عبارة عن تحويل أو إظهار بيانات بشكل معين بفورمات معينة، وليكن النمبر. ممكن أعمل بايب للنمبر، بايب used specify the number integer and the fractions الخاصة بالديجيتس. كرنسي عبارة عن pipeline خاص بالكرنسي. percent عبارة عن pipeline خاص بالبرسنتج بالعلامة بالمية. upper ولور تحويل من small letter لكابيتال letter والعكس صحيح. json تحويل data إلى json. data slice وظيفته يديني select element from an array. كبايب
لوظيفة التحويل من إلى أو إظهار بيانات بطريقة مخصصة. اللي بين إيدينا product price، عملنا له pipe للكرنسي من نوع USD sample، بمعنى البرايس الخاص بالبرودكت عبارة عن نمبر هنظهره على شكل كرنسي من نوع US والخاص بالسيمبل الخاص بها، بمعنى حيطر عندي مثلا وليكن 50 دولار، حسب مثال 60 دولار، إشارة الدولار هتكون ظاهرة جنب الرقم 50.55 60.6 وهكذا، وإشارة الدولار زي حنشوف مع بعض طلع بالنهاية النهاية الآخر هذا هي مع بعض هي المقصود فيها نطلع مع بعض كيف شكل الكرنسي. هي 29.95، لكن في عندي إيش؟ عندي دولار ساين يسبق. هذا هو المقصود في البايب لاين إنه أعمل أدخل بيانات بطريقة معينة أروح أظهرها بطريقة ثانية، أعملها فورمات بطريقة معينة بحيث تكون مور ريدابل للإند يوزر. لما بشوف مثلا دولار ساين بعرف إنه هذا عبارة عن رقم خاص بالسعر، لما بشوف الديت فورمات بعرف إنه هذا الرقم الخاص بالديت تايب، لما بظهر البيرسنت بعرف إنه هذا عبارة عن رقم خاص بالنسبة المئوية. إذن البايب عبارة عن طريقة لعرض البيانات بشكل يكون more readable للإند يوزر. الديت ممكن أظهره بالفورمات التالية، ديت عبارة عن أربع ثلاث مقاطع، مقطع خاص بالسنة، مقطع خاص بالشهر، مقطع خاص باليوم. ممكن أظهرهم بالشكل التالي، أقول سنة شهر يوم، أو أقول يوم شهر سنة، أو أقول شهر سنة، ولكن الديت أظهره بدل ما هو مثلا إحنا الآن في شهر خمسة، أكتب بدل شهر خمسة أكتب مايو أو أكتب مايو. اليوم أظهره في البداية أو بالوسط أو في النهاية. إذن البايب عبارة عن شيء مهم جدا خاص في الجلوباليزيشن أو شيء خاص في اللوكاليزيشن، بحيث إنه كل كنتري على سبيل المثال تظهر الديت بطريقة معينة، الكرنسي بيتبع العملة الخاصة بالدولة وهكذا. إذا البايب بيساعدني إنه أظهر بيانات تناسب كل دولة على حدة وكل داتا تايب بشكل مناسب، بحيث الداتا تايب الكرنسي مختلفة عن البيرسنت، مختلفة عن الرقم بخانة عشرية واحدة أو خانتين عشريتين أو ثلاث خانات أو أربع خانات. البايب لاين بيوضح لي كثير من الأشياء المفيدة في فهم الإند يوزر للداتا تايب اللي أنا بتعامل معها. طيب نكمل الآن. نتعرف على الكليك ايفنت اللي حيصير عند اختيار اند يوزر لبرودكت محدد. برودكت الاند يوزر اثناء عمليه الاستعراض للابلكيشن اللي بين ايدينا حيقوم باختيار برودكت. نطلع مع بعض ايش مكتوب عندي في البوتون. في عندي الكليك، الايفنت اللي انا بتعامل معه الان كليك، حنفذ فانكشن، هنفذ ميثود اسمها add to cart، وايش الانبوت باراميتر؟ برودكت. نرجع مره ثانيه، اذا انا الان بدي اعمل ايفنت جديد يسمى كليك، هذا مرتبط لما الاند يوزر يعمل كليك على برودكت معين، هنفذ ميثود اسمها add to cart، هيكون الانبوت باراميتر اللي هو برودكت اللي قايد العرض. نطلع مع بعض، نطلع على الشاشة اللي بالنهاية. لو أنا نضغط على Add to Card إيش وظيفتها؟ هنفذ بروسيجر. شو البروسيجر هذا وظيفته؟ يختار البرودكت الحالي
اللي هو أنا الآن واقف عليه، ويروح ينفذ اختياره إلى ميثود بين إيدينا اللي هي تسمى add to cart. هنشوف مع بعض كيف بعد هيك هننشئ الميثود اللي هو add to cart، شو طريقة التعامل معاه. وبالنهاية في عندنا display text اللي هو add to cart زي ما شفناه في الشاشة. هذا هي add to cart، add to cart، add to cart، زي ما احنا شايفينه على الشاشة أمامنا البوتون هذا display text. لكن الأشياء المخفية اللي هي الايفنت اللي لازم تنفذ في حال الضغط على الزر اللي بين ايدينا. بعد هيك هننتقل الى creation للكاتيجوري فلتر. creation للكاتيجوري فلتر هيكون التالي. طبعا هذا مش من السهل انه انشاء كاتيجوري فلتر، انا بحاجة انه طبعا الكاتيجوري فلتر انا بحاجة اروح لل MVC application وارسل له input parameter، MVC application يروح يجهز للداتا ويرسل لي اياها. لكن انا بهمني اشوف هل الداتا المرسلة الي كانت كاملة او غير كاملة، وإذا كانت كاملة بحاجة أحصل على على نوتيفيكيشن معينة، إذا كان فيها مشكلة أحصل على نوتيفيكيشن ثانية. طيب نبدأ مع بعض، هنروح على التعديلات على MVC Application، نضيف التالي. نروح على get products، في عندي اول شيء input parameter الاول category من نوع string، search من نوع string، relate من نوع boolean، metadata هي الاضافه اللي اضفناها، هي metadata من نوع boolean والديفولت فاليو الها false. طيب نكمل. وصلنا الان عندي كرييت الميتنج الميتا داتا، اضفت لها البروسيجر اللي بين ايدينا اللي احنا شايفينه على الشاشه، اي اكشن ريزلت كرييت ميتا داتا نوع برودكتس، في حاله اوكي بتظهر الداتا اللي بين ايدينا، داتا برودكت كاتيجوري اللي بين ايدينا. و بهيك بكون خلصنا creation للproduct، وإن شاء الله نلتقي المحاضرة القادمة.